السلام عليكم، معكم نادية، مدربة تنمية ذاتية دولية ومعالجة بالطاقة ومبرمجة لغوية عصبية تخصص صدمات. اليوم سوف أهديكم جلستين مجانيتين، ونيتي بهذه الجلستين أن أصل لمن يستحقها. هي جلسة قد تكون مباشرة أو قد تكون عن بعد، ويحق للجميع المشاركة من أي دولة كان. بالنسبة للجلسات المقترحة هي جلسة تنظيف شاكرات وشحنها، جلسة تخلص من الصدمات، جلسة تفريغ طاقي، جلسة كوتشينج، وجلسة العلاج من مرض مزمن عن طريق البرانا. يحق كما قلت للجميع المشاركة من أي دولة، وتفاصيل المشاركة سوف تجدونها أسفل الفيديو. وأتمنى للجميع المشاركة، وهذه الجلسة ستأتي لمن يحتاجها، فهي ستكون عن طريق الحظ. سأختار شخصين وإن شاء الله تكون النتيجة والفائدة للجميع. السلام عليكم.